تحبون. اليوم شو عنا؟ مقلب. مقلب بحمود كتير خطير، فإذا حمستوا الفيديو تابعوا للأخير. شو تحطوا له؟ لايك، شير، سبسكرايب. 10,000 لايك بدنا نعمل مقلب. مقلب بسات أخوي. وصلنا. يلا هلا يلا صوت الصورة. لا لا خير الكاميرا. عم يفصل من قوة ده. لا كاميرا. ألو شو؟ وين حمودي؟ ما هون حبايبي. طبعا هلا اجى حمودي والمقلب في جاهز. كنت نعود شو؟ هلا انا كل مرة بتعلق وانت وسلطان زيدوا بالفدية بتخرب الفدية. لا بيزبط، لا بنعرف نشتغل، لا بنعرف نصور. ما بعرف اتفقنا امبارح اساسا انا وعمك وعمك وبنت عمك ما بدي يصوروا. ليش تقول لك عمك اليوم ما لي خبر؟ ونحن ما بدنا اياك تضلوا تعذبنا بالفيديوهات وكل شيء. تضلوا تتقاتلوا؟ اي والله. شوفي بي شوفي بيضحك. شوفي شو؟ لا عشوشه. عين ليك يا حمودي، نحن بنعمل هيك اهلنا قرروا. نحن ما خرجنا نسوي شيء. ترى الفيديوهات ما عم تزبط. امس هداك فيديو لما عملنا مقلب بسلطاني لزقونا على الحيط. انتوا تضربوا بعض تضربوني. طيب ايه خلينا نخلص خلص الفيديو. وانت تزعلي ما عم يزبط. هيك يشيل المفتاح له. هلا تعال 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 تعال. لا رحت يعني ليه بتحرق؟ رحت ما رحت. لك وين رحت؟ نحن لهيك تحرق لي وكل شيء. عمي انا ما بتعذبوني، انا وجعني راسي كل مره هيك ما بيمشي الحال. وبعدين لا بتتعشوا لا انت ولا اولاد عمك، لا بتتفقوا ما في غير قتيل وما قتيل. لو خلص هيك احسن يعني، من شانه هيك احسن. ما لا بزبط الفيديوهات لا تطلع حلوه ولا بزبط شيء. وغني ما بدهم اياك تصور معهم كل مره. نحن ما بدنا اياك كل مره بيعدوا بيقاتلوا. كل الفيديوهات لا تزعل. تعال لك ما تزعل، لا تبكي يا حبيبي. لا تبكي. هن عين اسمع. لا هن كل مرة بيعدوا يقاتلوا لأمه ما بدهم اياك تصور معهم وبيعدوا له كرمال هيك. تمام؟ ما بدنا اياك نحن. خلاص يا سلطان قوم اطلع من روح من هون. هاجي القرش روح انت احط لنا هي. خلص ما تزعل انا بصورك لحالك بعدين. يا مولد لك طب خلص اقعد اقعد. ايه انا بتروح اقعد. لا تبكي. لا رايح. تمام. إذا ما بتودي يعني صور ليه دحيتوا لي؟ أنا مالي خبر أمك قد دقلها. ما قال لي بدي دقلها. بدك تشربان؟ لا عيفه خلص. الله بيروق. يا حمودي هلا وقف خلص اسمع شو طلع فيني. لا عيني ما تزعل. لا شيء بيزعل؟ لا ما كل مرة بتعلقوا؟ انت وسلطان وزيزو احنا عم نصور. كل مره بتعلقوا وكل مره بتعيطوا كل مره بتبكوا كل مره بتزعلوا. انا فقعت انا ما خرج وجاني راسي. وهني هذول كل ما بتروح ما بتقولوا لامهم ما بدنا نصور مع حمودي. لا بقى تقولوا لابوهم لابوه. هلا ما عندنا خبر ابو عمك ده. هلا لو قلنا نعم معقولة بتقول لأمك بدي حمودة؟ أي ما بدي إياه.
بلد والفيديوهات كلها عم تخرب منه. صح من قدامي. ليش دقيت لي؟ انا دقيت لك ولا ابوي دق لك؟ تعال تعال. ها شفت كنت تعلقوا فورا من انو كلمه؟ تعال لو ما ابوي كنت طلع من الفريق من زمان. اي والله. حاجة ناقصتك عرصة. لو ما ابوي كنت هلا طالع من الفريق من اول ما حطينا بتتبلخي وبتتمايلي. نحن ما منا اياك. لا لو بس طفلة مرة مياني ما. لو ما ابوي كنت ما بتضل هون. خلص عيب. كل فيديو بدك تعلقنا وكل فيديو بدك لحالك فقان. والله عصبتنا. خلاص 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 روح. طيب نحن عم نحكي الحقيقة. أحد منها. نحن ما منا اياك. قال له انا ما بدي اياك. شو؟ قال له انا ما بدي اياك. وانا ما بدي اياك. إيه اذا انت ما بدك اياه انا بيخرب بيتك. شو بدك تخرب بيتي يعني شو كيف؟ يعني الشغلة بتروح من بين ايدك حبيبي. يا حمودي ما عاد تزبط مع بعض ما عاد تتعاشر ما عاد تتعاشر ابدا بتطلع على خناق من اول ما فتت معنا على الفريق وما عاد تطلع الفيديوهات لا حلوه ولا عم تجيب مشاهدات ولا شيء لو بلد كانوا بيجيبوا مليون لا انت ما عاد تقول شيء ما تكون بتبصغن قدامك انا لا خلص 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 بدك تبكي يا بوبو؟ بدك تبكي يا بوبو؟ أنا ما بدك تبكي يا بوبو؟ يا حرام يا حرام لا بيبكي هون أنا ما لك يا بتضربه غضب يا حرام لك يا حرام ما منك الأول ما منك ما منا إياك نحن ما منا إياك قبل الحقيقة روحه. انت بتفكر شغل حالك شغلة كبيرة. ايه. خلص بعد خلص رومنا سكوت يا سلطان. مش غايرين مني. ما غايرين. نحن عم نحكي الحقيقة، أنت بايخ ما تفكر حالك يعني كلام مهضوم. وأنا تمام. أنا أحسن منك، أنا أحسن منك. شو أحسن من بشو؟ ألف جسد. يا حمود. ما الفيديوهات بلا بتضرب. هلا هاي. بتضرب بالملايين. ليك هذا علي صورني الفيديو هلا هذول فيديو دونك صعب ومليون فيديو الولد منشي انت ما طلعت تبيخت لك صار هاد بدي يجيب حمار يا حبيبي هلا هينا هذيك المرأة شفت لك انا ها هذا قنوات هاي قناتهم اذا لان هن ما مين ما منا بنطلع مين ما منا بندخل كل ما خلصنا فيديو رحت بيعدوا بقاتلوا العمان، ليه عم تدقوا لحمودي ما بدنا اياه صور مان؟ هلا ما بحبوك وما بدهم اياك. بقى خلص اصطفلوا. انا مالي خبر عمك وعمك. الفيديو مضحك في بيته بيعمل لي على كل فيديو بتبكي وكل فيديو بتزعل وكل فيديو بتعمل مشكلة وكل فيديو وكل فيديو. خلص فد يلا طحين اوه ماي جاد حبايبي ما تتبايخ لي يا زلمي عن جد جو ليش رح اصور معك شقفت فد يلا ما يصبر حبيبي تعال اقول لك تعال خلص تمام خلص يا تحرق بس محمد خلص لا تبكي لا تبكي خلص يا بوبو يا صغير يا حبيبي يا بوبو يا صغير كي يا بوبو كي يا بوبو كي ولا كي بوبو صغير بوبو صغير أينك لا تبكي خلاص يا سلطان صار عمرك صار عمرك 15 سنة وما شاطر من هيك ما شاطر إلا بالبكي قوم يلا روح روح روح
رزق رايح. روح نلع الباب في ساعة جمل. لعبة زعل. حلو لعبة. رح حكي. ها؟ رح حكي لعمي. ايش بدك تحكي لعمي؟ دق له وين تليفونك؟ تليفوني بالبيت. اصلا لابوي صار ما بده اياك. تصور معي ناس دقيتولي من اول. ليش؟ دقينا لك كمان نحكي معك. دقيتولي. دقينا لك كمان نحكي لك معي. خلص كمان نحكي معك. لا زح. خلص فاكرنا بابا صغيرنا بيبع بوشنا. محمد خلص روح على البيت. روح عين. روح على البيت. خلص بعدين بنحكي. بدك شيء؟ ما تزعل وتبكي هلا وتحرق. لا ما ما تبكي. لا ما بدي. شو بدي ابكي؟ شو بدي يا بوبو بيبكي. يا بوبو يا صغير. دخا يا بوبو. خلص شو جيب له. ما جيب له. ما شربه. لا ما هيك الكاميرا شغاله. تبكي؟ هلا صرت عم تبكي؟ يلا تعلموا. طبعا مثل ما شفتوا المقلب بحموده قوي شاك بس يعني زعل شوي. كيف ما بتعرفي مقلب؟ صرت تعيط وخنقت. مثل ما شفتوا هذا هيك مقلب صغير بحموده عم النافه. بدي حبايبي بدي انتقم بسلطان وبزيزو. راح اعمل مقالب فيهم.